السلام عليكم بنات الخير، كي دايرين؟ وانا وصلت من مراكش، انا جيت من برونزيا من داكشي وجيت نوريكم كوليكسيون فنه ديال ملكه بنات الخير اللي كانت في ايتباها. وقع ليها واحد المشكل، سدوا لي هذاك المحل اللي كانت كاريه من زعما من طرف السلطات وداكشي، وجات بما تلقى محل اخر بما ان شاء الله ديروا ليها شي اوفيرتور فن في شي محل زوين ان شاء الله. ها هي كاينه معايا في المحل ديالي، هي اللي شاده عليا هاد الايامات هذه ديال السفر ديالي. الله يحفظها وتبارك الله على الفن اللي تيصورني طلع على بنيتها تتحمق معاها تتحمق عليك انا. وشوفوا لي البيزه، شوفوا لي هادو البيسات، جيت خصيصا من مراكش تنجري باش نصور لكم الكوليكسيون الرفيعه اللي دخلتنا جديده ديال الملكه وديال منى التاويل. مرحبا بكم، شوفوا لي هاد لي بيلفست لي فنين، شي حاجه زوينه. هي راه تتختص دوك النساء اللي هكا موظفات، شي حاجه اللي لبسه فنه. هذا راه دي باردوغا بنات الخير، تيتلبس وتتلبسي فوق منه هكذا لا فيست. ورينا الطول، ها نتوما شوفوا، ها هي الفيست فنه والبونطالون. وريهم البونطالون، عطاك ستر قربي لينا. ها نتوما شوفوا البونطالون كيف داير، شوفوا ليا ديك الرشيمه بنات الخير اللي كي دايره هكذا فيرزاتشي نواغ في نواغ، وكاينين لوينات اخرين فيها. هادو البنات ها هي ملكه غادي تجي دابا وتعطينا الاثمنه ديالهم، وتشوفوا لينا هاد الشيء غزال. والماتيغ مبرده، لا ماتيغ مبرده، هذا ساتيني ولكن مبرد بداك الديباردوغ، ديك اللبسه اللي باينه فنه تبارك الله. هي ملكه، هي دابا الحاليه يقول لهم انا عندي مونا جالسه تجي مونا من الصفر. اللي تيقلب عليا راني جالسه حتى ان شاء الله تلقى محل زويون، وحتى ان شاء الله تانستالا فيه ونديروا ليها شي اوفيرتيغ هاد المره فيه ان شاء الله، وما يكون حتى شي اشكال. راه من بعد العسر كاين اليسر، الله يدير لي فيه الخير. هاد السيده واخا ما عرفتش شنو تيطرى تتبقى مبتسمه وضحكه وتتقول الحمد لله. هاد الشيء اللي تيعجبني في ملكه، الله يسهل عليها يا ربي. وشوفوا لي هاد اللبسه، عطينا الثمن شحال الثمن؟ 450 دو بياس بنات الخير. شوفوا لي اللون الاخر عند ملكه، اللي ان شاء الله غنوريكم المحل الجديد ديالها. طرا مشكل، خرجت من المحل الاولاني ودابا المحل الثاني وقع لها فيه بروبليم، ولكن الحمد لله راه ربي تيسرها، ولكن تيسرها كبيره ان شاء الله. الله يسهل عليك، امين يا ربي، ويكون على الخير وانت معايا. امين يا ربي، الله يسهل امين انت، الله يسر امورك. لا لا يخطيك الموضوع. هذه شوفوا لي الشكير كيف داير، شدي لينا الطول ديالها فنه. ها هي، او تبارك الله على الملكه، انتما جبت لكم شكيلات اللي فنين غوب اللي في اللوينات غزال البنات. شي حاجه اللي فنه، انا قلت غادي نبدا لكم بهاد لاغوب هادي، وهاد ديك الساعه نكمل لكم لي فيست اللي كاينين. كاينين بزاف ديال لي فيست. كاميليا توحشتك والله يسهل عليك. كاميليا مشات لايطاليا البنات تجيب لكم دي برودوي زوينين، تجيب لنا حويجات فنين لمنى التاويل. شكرا كاميليا، الله يسهل عليك. راه ما عرفتي، راه ما قدرتش ندخل هنايا، راه خليتي بلاصتك. والله يحفظك وتبارك الله على البنات ديال سبا كاميليا، خدامين اللهم لك الحمد. وتبارك الله على كاميليا اختي اللي بصح توحشتها، ما عرفت ما نقول، ولكن توحشتك بزاف. الله يسهل عليك، خليتي بلاصتك تتلبسي معايا تتعاونيني، الله يسهل عليك يا ربي. وها نتوما شوفوا لي البنات، شوفوا لي هذه كوليكسيون ديال ملكه، هذو لي غوب ديال ملكه فنين، جايبه منهم 21 بياس فقط، 21 بياس اللي كاينين في هاد لي غوب. تشوفوا داك الستيل ديالهم بحال هكذا، لا ماتيغ ديالهم بحال لا ماتيغ اللي تنجيب لكم تماما، راه تنتقداو من بلاصه وحده في مارتر كيفي نفسهم. وها هي شكيل غزال، شوفوا من هنايا كيف دايرين فنين لوينات. هبطي لينا معاها، ها هي شوفوا، هاي فنة، هاي شكيل اللي ما شاء الله موديرن وزوين بحال هكذا. وهاي الفوق فيه داك لي بونبون بحال هكذا. بشحال الثمن ديال هادي؟ هادو عاد تكون دايره لهم شي 300 وشي حاجه ما عرفاتش، 300 درهم. هادو 300 درهم، هادو 300 درهم البنات. هاي شكيل اللي غزال وكوليكسيون اللي فنة ديال هاد لي غوب هادو اللي زوينين. انا غادي نجيب لكم لون اخر وتشوفوه، وعاد نكمل لكم لي فيست ديال ملكه. ملكه البنات معايا في المحل ان شاء الله. البنات شوفوا معايا، شوفوا لي هادو البنات، ها هي هاد الكسيوه هادي فنه، راه كاينه بزاف موجوده عندي. هادو اللي عاد دخلوا دابا، شوفوا لي الطول ديالهم هذا، ها انتم شوفوا الطول ديالهم ديال من الظهر، ها هي طويله بزاف. وشوفوا لي القصيره من القدام، درت معاها بحال هكذا السميطات اللي لقيت في الاخر غير الغوز بال. تبارك الله الحمد لله، لقيت واحد الصدى كبير ان الناس تيتجاوبوا معايا. حتى اللي تيمشيو لتركيا مشاو عندهم والسميطات خدوا من عندهم، مشاو عند فراس كلفوه انه يتقدى لهم. اللهم لك الحمد عليها نعمه، الحمد لله الله يسخر. راه قال لك عاند ما تحسدش، هذه احسن حاجه فيكم ابنات الخير. الله يسخر، تعاندوا خذوا انتم نفس السليعه وبيعوا وشريوا مع راساتكم والله يسهل عليكم. ها هما هاد لي شوميز هادو البنات، ها هما
هما راه فني حتى هما لا ماتيغ زويونا راه كانوا عندي سالاو ليا هما جبتهم دابا سيده هما فني مش كاين اللي غزال وموديرن موديرن فن بزاف بعدا انا غناخذ هذه يلا جاتني زوينه تبارك الله والله يفرحكم من هذا الخير البنات كاينه واحد لاك اليوم ديالي زويونه كتجاتني عندي هنايا الكاميليو قالت لي ردي عليا واش كاين هذا الموديل انا راه لقيتو لك اختي ولكن ما لقيتش التليفون ديالك باش نقولها لك سمحي لي بزاف تنتمنى انتي والاخت ديالك كنتو بغيتو جوج انكم تصلوا بيا راه جاو هادو وها هما حطيتهم على وديتكم في لا فيديو واخا راه كاينين على 6 البياسات حطيتهم على وديتك باش تشوفي واحد الكريات ديالي فن الله يحفظها ليا يا ربي هي شكيل بحال هكذا وهذا ها هما موسعين وزويونين شدي لنا الطول ديالها حبيبه ديالي ها هي طويله فن كاينه في الميديوم في اللارج هي بحال شي قنيطيره وزويونه اللوينات فيها فنين ومرحبا بك راه جبت لك في الالوان راه لقيتهم وما لقيتش النمره ديالك والله يحفظكم ابنات الخير الله يعاونكم ناس محجبات ها هما شوفوا اللون الثاني ديالهم ها هو فن تبارك الله هذا فيل بحال هكذا دي باردور ومعاه لافيست ديالو هاد دو بياس قالت لكم ملكه ب 450 هذا الكوليكسيون ديال ملكه في اخر الكوليكسيون غتلقاو ديال منى تاول وبالنسبه لهذا الشيء راه محطوط عندي هنايا في المحل هيا راه حدا كاميليا سبا كاين المحل ديالي في مشروع ولاد مطاع تماره راه كاينين عندي في المحل حاليا ملكه خرجت من المحل ديالها اضطراري لانها ما كانتش عارفه تقادات وتحطات الحطيطات ديالها وما يجيو قالوا لها لا راه المحل خاصك تخويه مسكينه بقات تالفه بالحويجات وكانت تجيبي عندي حطي انا عندي لك فيديو والله يسهل والله يعطينا على قد نيتنا بنات الخير انا راه ماشي تنقول لكم هكا باش تقولي طيبه ولا انا هاد الناس هادو معايا كليت معاهم شربت معاهم مشينا جلسنا في بلاد اخرى وعرفنا المعدن ديالهم كيف داير تنميز بين هاد وبين هذا وبحال هاد الناس هادو عزازين عليا لا هي لبنيتها هي معايا دابا حاسبها بحال شي وحده اختنا الكبيره راه تبارك الله مالكه وليداتها كبار وهي كبيره في هاد المهنه راه كانت في الجمله شحال هادي وشوفوا لي اللبسه ما نطولش عليكم شوفوا اللبسه ديالها الفن ديال الفن ها هي لي فيست مع سميتو بيل ديالهم هي خدامه في هاد لاغام شي شويه طالعه في الثمن ولكن كاينه الكاليتي كاين المعنى فيها وهي شوفوا الكاليتي كيف دايره شوفوا داك الشكل اللي من هنا شوفوا لي البيل اللي من الداخل 100% كوتون غزال تيحمق وها هي اللوينات فنين تتختاري معاها ما هاللوان ولا شنو لا هي اللي اختارت الوحده هادشي غزال عند ماماك ها هما فنين بزاف وبالنسبه للبونطالو راه ليغينز انا غادي نبدل دابا واحد البونطالو اخر راه بطيبه يا حبيبه ديالي هانتوما ها هي هذا ليغينز فيه داك بحال هكذا الحجيرات ها هي بفيرزاتشي بحال هكذا يا اما في هذا اللون يا اما نوريكم باللون الاخر المهم هاد لي دو بياس البنات بشحال قالت لي ماماك 250 لا 450 ليغينز 250 هكذاك الله يحفظكم يا ربي شوفوا لي اللبسه الثانيه عند مالكه ان شاء الله اللي كاينه معايا في المحل ديالي في المشروع ولاد معايا شوفوا لي هذا اللون هذا عاود ديال الفيست هذه فيست هكذا زويونه قربي لينا معها ها هي هكذاك شوفوا الشكل ديالها فنه بزاف فيها هذا الموتيف بحال هكذا وشكل داك الفيغ اللي زويون وانتم شوفوا التحت ديالها ها هي شكل غزال بحال هكذا وبالنسبه للبونطالون اللي لابسه راني بدلت هذاك ليغينز درت لكم هاد ليغينز هذا ديال بحال هكذا دوتشي غابانا ولا ما عرفتش شنو هاد السميه هذه ها هو شكل هكذا تيجي رائع بالنسبه للفيست ها هي فيست اللي مبرده بزاف هاد اللوله مبرد من داك الشيء رفيع شدي لينا الطول ديالها ها هي هانتوما شفتوا ها هي الطول ديالها فنة ها هي الشكل ديالها بحال هكذا مرات ها هي الشكل اللي غزال تبارك الله وهانتوما شكيلها زوين هذا لولا بنات الخير وتتمن ديالو بحال الاخرين ياك بحال معاها بحال عند ماماها ان شاء الله الله يفرحكم وعافاكم بارطاجيو ليا مع هاد السيده تعاونوا معاها ملكه فنه دائما مسكينه كليانها كلشي شاكرها وهي قديمه في هذا الميدان طراو ليها مشاكل ولكن الحمد لله ربي كاين اللهم لك الحمد تنبغيو نعطيكم ديما الطاقه الايجابيه وتنبغيوش نتباكاو ولا نشكيو عليكم ولا نوريكم شي صوره اخرى من غير اننا نجتهدوا ونوريكم حويجاتنا الفنين وكيفاش لابسينهم وكيفاش جاونا وها هي
منها وشي حاجه اللي غزال شوفوا لي اللون الاخر البنات شوفوا لي شكي الاخر ها نتوما تجين وداك تجين اللي خفيف بزاف لا ماتيغ اللي خفيفه بزاف وشوفوا الطريقه كيفاش دايره انا راه عندي حمام دابا مع سته وتنزرب باش نوريكم هذا الكوليكسيون اللي رفيعه تبارك الله شوفوا الشكل ديالها ها هي غزاله وشوفوا لي اللي بتي ديطاي عافاك ماها بشويه في التصوير وريهم لي بتي ديطاي اللي كاينين ها نتوما شوفوا الكميم وشوفوا البتي ديطاي اللي كاين لتحت عافاك هبطي لينا ها هي شوفوا داك الجنيب بهالطريقه هذه ها نتوما هاد الجنيب بحال هكذا وداك الظهر اللي كله فلوغي وجات جات فنه جات فيست مادبه زويونه للخدمه واوميم طول الخريج البنات اللي عندهم لي طاي الكبار هاد الشيء راه فيه لي طاي الكبار بزاف ياك اللي طاي الكبار كاينين حتى ال 4 XL واقيلا وهانتي شدي لينا الطول ديالها ها هي الطول ديالها راه طويوله ها هي تبارك الله طويوله شكي اللي غزال فيست فنه حتى ال 4 XL قالت لينا ملكة مهم كاينين ومعهم الكولي ديالهم معهم الفيل وب 450 درهم عند ملكة ان شاء الله التليفون ديالها هو اللي دايز تتصلوا تتواصل مع كل شيء ان شاء الله والله يفرحكم وكاينة عندي في المحل مشروع ولاد مطاع مرحبا بملكة عندي بنات شوفوا معايا هاد الفيست هادي شوفوا الفيست ها هي فيها البيج وفيها بحال هكذا داك الفيغ زويونه تتجي غزاله معها هاد الكولي هذا والبودي الكحل وهانتوما البنات شوفوا معايا هي فيست طويله تجي محترمه من داكشي وديال لولا وتبارك الله على ايوب شكون جا عندي اليوم ها أيوه. جا عندي ايوب شوفوا لي هذا ايوب البنات ها هو شنو جايب اليوم جايب حريشات اللي فنين وماما تدير واحد البسيطلات من داكشي رفيع انا غادي نكوموندي ان شاء الله من عندها بسطيله باش نضيف الاخت ديالي وغادي نوريها لكم ونعطيكم الاثمنه والتليفون التليفون ديال ايوب بنات الخير ديما تنخلي لكم في صندوق الوصف كليكيو على العنوان وتلقاوه باقي حفظتيه ولا باقي ايوب باقي ما حفظتيش خاصك تحفظ السميته نحفظه صح خاصك تحفظه ضروري وريني وريها ادعي مع البنات اسهل عليهم الله يفرحهم يا ربي امنا دعوته غزاله وريهم الحلوه وريهم الحلوه يلا هاتوما فرحوا لي ايوب ديروا لي الجيب لايوب وتبارك الله على ايوب صحتك الصحه والراحه شكرا الله يحفظه يا ربي هذا طيب القلب مسكين داكشي اللي عنده في قلبه تيقولوا لينا والله يسهل وتيعاون مهمته هذا ما كان برافو على ايوب الله يسهل عليك وانتم شوفوا البنات ها هي الفيست بحال هكذا فنه من داكشي رفيع التليفون ديال ايوب خليته لكم في صندوق الوصف التليفون ديال ملكه دايز في لا فيديو هذا لولا لا ماتيغ لولا من داكشي رفيع وشي حاجه اللي زوينه ومبرده في هذا الصيف هذا مبرده مع هذا الكولي اللي ما بغاش ها هو يزولو ويخلي غير الفيست بحال هكذا وتجي رائعه شكي اللي ممتاز الثمن ديالها كيف ما قلت لكم 450 درهم باي باي الله يفرحكم تنخلي لكم ديما الحاجه على طبيعتها باش تعرفوا هاد الوليد تيضرب تماره على قبل مهمته باش يشري داك الدواء ديالو وباش يعاون والديه الله يكون معاه هكا بغينا نكونوا ما نحتاجوش لشي حد نخدموا بدريوعاتنا والله يسهل كل واحد والله يعطيني على قد نيتي بنات الخير هذا ما كان وشوفوا لي ها هي فيست فنه عند ملكه والتليفون دايز في صندوق الوصف مرحبا بكم اللي بحال هكذا وفيه داك الديكغادي ديال البلون وجا زوين في هاد لي بتي ديتاي ديالو والفيست ها هي فيست بحال هكذا بلونش وزوينه لا ماتيغ كلها البنات لا ماتيغ ديال لولا لولا داك الرقيق اللي زويون وشوفوا لي داك لي بتي ديتاي عافاك ركزي لي على لي بتي ديتاي لها ها نتوما شوفوا لي هاد لي بتي ديتاي اللي كيف دايرين بحال هكذا السلعه يلاه جات باقي كاع ما حددناها ولكن بغيت تشوفوها البنات بغيتكم تشوفوا هاد الشكيل هذا ديال اليدين اللي بحال هكذا ها هي بهاد لي بوان بحال هكذا ها هي بنات محجبات الموظفات ديروا دريرتكم اللي ما تيبغيش اللي ما دايرش الحجاب ها هي غير بحال هكذا وها هي البيسه اللي كلاس وفنه شدي لينا الطول ديالها ها انتم شوفوا الطول ديال البيسه كيف دايره ها هي الفن ديال الفن ها هي ديكادي بحال هكذا من الجناب مع داك البنطلون اللي خديتو يا اما خذوا بايتي بحال هكذا يا اما بهذا الشكل وشوفوا ها هي الفيست فنه فيست فنه من داكشي داك الديكادي في بحال هكذا ولا ماتيغ زوينه هذه حتى هي نفس الثمن حتى هي 450 درهم هي دو بيس هي والبيل ديالها
والله يفرحكم ابنات الخير. هذه سليعه ديال الملكه اللي باغي ياخذ من عندها يتصل بهذا الرقم، اللي ما باغيش دعوه ديال الخير مع هذه السيده. الله يرحم لكم الوالدين. ديروا راسكم في بلاصه واحد السيده قادت محل صيبات وقالت بسم الله، جاوها قالوا لها خرجي منه بغينا محلنا. بقات شهر وهي جالسه تعيطات عليا، قلت لها اجي ها هو محلك مفتوح لك، تنفتحوا في وجه الناس اللي فيهم الخير، اللي قلبهم فيه الرحمه، واللي تيبغيو ليا الخير، اللي تيزيدوا بيا القدام، واللي تناكل انا وياهم واحد الطريف ديال الخبز. الله يسخر ليها ويحفظ ليها وليداتها يا ربي. وهانتم البنات ديما الكلمه الطيبه راه صدقه، اللي ما قادرش ياخذ يصيفط لينا عين ميساج زويون، يكتب لينا غير كلمه طيبه ويشي دعيوه، راه تيقول لك واحد الملك هنايا ولك بالمثل. الله يوقف معاكم. تشوفوا معايا، شوفوا لي الموطارد، هي شكي الاخر ديال ليفيس. اليوم ما كاين غير ليفيس تماها، ماما كدير لنا غير ليفيس اختي. هانتوما شوفوا شكي كيف داير، شوفوا لي داك الجويبات بحال هكذا ولولا، هاد لا ماتيغ هادي اللي زوينه ماتيغ ديال لولا، هي شكي بحال هكذا. وداك الديك غادي يديروها مع بشحال هادي الثمن ديالها؟ 300 درهم. 300 درهم البنات ديروها مع فيل هكذا اون نوار وتجي رائعه. وشدي لينا الطول ديالها الله يعطيك الصحه. غزلان نكونوا معاك ان شاء الله في الكوليكسيون ديالك. كاينين عندك غزلان لي شوميز البنات؟ لي شوميز طوال اللي سلولية ديال لولا اللي فيهم اللوينات في الباج وفي الفير او وفي البلوسيل، راه كاينين عند غزلان. انا نخلي لكم التليفون ديالها، اللي بغاهم راه يتصل بغزلان. وبالنسبه لغزلان ان شاء الله تتقاد في المحل ديالها، وان شاء الله نكونوا معاها في لوفيرتور لا سيمين بروشين ان شاء الله. الله يسهل عليها. وقبل انا غادي نقولها لكم باش نمشيو عندها نهجموا عليك كاملين. يلا الله يفرحكم البنات. وانتم شوفوا لي هذه فيست موطارد فنه، جينا تنجريو انا وغيزلان باش نصوروا الملكه ان شاء الله، وديك الساعه نشدوا الراحل. فينا غيزلان؟ فين غنمشيو؟ ها نخليوها لكم شي شويه. مفاجاه. الله يسخر يا ربي ونوريكم بلادنا الفنه ان شاء الله. هذه البنات ها هي 350 درهم باش قالت لي ماها. ها هي فيست ديال لولا برده شي حاجه اللي زويونه. وشوفوا لي لي بتي ديتاي اللي فيها، قربي لينا ماها. هانتوما شوفوا هذوك لي بتي ديتاي بحال هكذا، هي شكيل اللي زويون، شوفوا الشكيل ديالها. وداك لولا اللي غزل من اللوره ماها، شدي لينا الطول ديالها يعطيك صحيحتك. شفتوا ها هي شكيل فن تبارك الله زويون. هادو شحال قلت؟ 350. 350 درهم البنات. شوفوا لي هاد اللبسه هادي، ها هي لولا في الباج فن بحال هكذا. وشوفوا لي البتي ديطاي اللي كاينين في البونطالون، شوفوا لي داك بحال هكذا اللي في البونطالون. بالنسبه لي صندال راه كاينين عند ملكه نيت هنايا في المحل ديالي، جابتهم 300 درهم. لي صندال ديالي انا اللي مشبكين وفنين حتى هما راه ب 300. وبالنسبه للبسه بشحال دايره لها ماماك؟ 400. هادو 400 درهم البيل ولو او ديالو، هي لعبه على هاد لا ماتيغ ديال لولان، ولعبه على ماتيغ زبيونه ولا لوينات فنين تبارك الله على لالا. واش ما غاتخلينيش نبين حويجاتي انا هادي لماماك ولا شنو؟ هي هادي ماها، ماها الفنه الله يحفظها ليها يا ربي. بنيتها الغزاله بنيت ملكه هي اللي شاده ليا. وشوفوا لي كسيوه زويونه بحال هكذا، ما طويله ما قصيره. وها هي البنات هانتوما شكيل اللي زوين، ها هي شكيل بحال هكذا اللي زويون، واون ميم طو فيها بحال هكذا دومي مونش. الثمن ديال هادي هادو يمكن 250 لا المهم. هانتوما حنايا عتكون 100% بهذا الثمن. عافاكم بنات الخير، راه الاثمنه اللي تنقول هما اللي كاينين. راسكي في السيده تتقول لي راه الداخل عندي في المحل تتبيع وتشري مع الناس، ومخليه تتقول لنا هذه ب 250، هذه ب 300، هذه ب 350. الله يفرحكم يا ربي. راه اثمنه جد زعما مناسبه، راه مين عتمشيو لتما وتقداو وتليفريو السلعه ب 135 درهم الكيلو وتوصلكم لهنايا غتحسوا بينا ضروري. وهانتوما هي كسيوات في المتناول وفنين عند ملكه. مرحبا بكم، راها كاينه معايا في المحل هاد دو سمين هادي. مرحبا بكم البنات. بكثرة ما عجبتني هادي قلت غادي نبقى بها، هي اللي نكمل بها مستوره وفنه وطويله و 300 درهم، شي حاجه اللي ثمنها جد مناسبه البنات. ولكن شوفوا لي، شوفوا لي اللون الاخر في هذيك الزرقاء اللي لبست لكم، ها هو الصفر معطي وفيه النوار. انا دايره الفوندو تاع خصها تقاس ليا داكشي، علاش معطي؟ بعض المرات البنات تنجيو تنقيسو شي كسيوه تيبقى لينا الفوندو تاع فيها العكر فيها، داكشي علاش قررت هاد الاول الفاتحين ما نبقاش نقيسهم. وها هي شكيل فن بزاف وثمن جد مناسب. واتصلوا ليا ملكه، التليفون اللي دايز التليفون ديالها اتصلوا بها البنات. اي حاجه بغيتو باغ واتساب، باغ واتساب ان شاء الله غادي
تجاوبكم تجاوبيهم معها. انت اللي مكلفه بالواتساب صافي. واللي بغى شي حاجه وكان قريب لتماره مشروع ولاد مطاع تماره حدا العربيه الاصفر دخلوا مع شانطينيشن راه كاين المحل حدا كاميليا سبا. مرحبا بنات الخير والله يفرحكم. كوليكسيون ديال الملكه كلها 100% جايه من تركيا. شي حاجه اللي فنت سناتها بفارغ صبر تجي وحطتها عند منى التاويل. الله يحفظكم. بابي مفتوح للناس اللي تنعرف والناس اللي باغين مقاسمين معايا واحد الحاجه هي انهم باغين يترزقوا بالخير. الله يسخر ليها يا ربي. عطيتها هذا الشهير معايا ان شاء الله بما قلبت على محل بما كنا معاها في لوفيرتور. ولكن قبل ان نكونوا مع وحده اخرى نكونوا مع غيزلان سلا. الناس ديال سلا تحل لكم غيزلان ان شاء الله ما قزاز بي ونفس سلا على قدها. والله يسخر لكل واحد. تنفرح من قلبي من تنشوفهم تيطوروا بحال هكذا وغاديين معايا درجه بدرجه كيف متى انا بديت بدرجه بدرجه. الله يفرحكم ابنات الخير والله يعاونكم. تعبات الخير معانا بغيناها غير بالحلال. الله يعطيكم الخير.